يبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه البدراوي يطرد رجاويين جدد قبل بداية الموسم، واجرى عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي تعديل جديد على مستوى إدارة الفريق الأخضر، إذ قام بتسريح إطارين كيشتغلوا بالنادي منذ عهد الرئيس السابق أنيس محفوظ. وكشفت مصادر مطلعة أن البدراوي قام بطرد محمد أيت عبد الرحمن المدير الإداري اللي كان الرئيس السابق أنيس محفوظ أقدم على توظيفه خلال الأشهر القليلة الماضية. وتابعت نفس المصادر أن وليد بوزوبة المدير التجاري فريق الرجاء كيستعد بدوره لمغادرة منصبه قبل ما تتم إقالته هو الآخر، وكيأمل الرئيس الجديد لفريق الرجاء الرياضي على تصفية تركة الرئيس السابق محفوظ من خلال إجراء مجموعة من التعديلات على المستوى التقني والإداري، بداية إعادة الفريق الأخضر لسكة الألقاب محليا وقاريا، مع العلم أنه سبق وفسخ عقد محمد آل مؤمن مدرب الرجاء لفئة أقل من 19 سنة U19. الرجاء الرياضي يرفض تسريح أي لاعب إلى غاية الانتهاء من ملف الانتدابات، وقررت اللجنة التقنية لفريق الرجاء الرياضي عدم تسريح أي لاعب صف الفريق لغاية الانتهاء من الملفات المتعلقة بالانتدابات. وحسب مصدر خاص فاللجنة الثلاثية المكلفة بتدبير ملف التعاقدات قررت عدم اتخاذ أي قرار بشأن لائحة المغادرين باعتبار أن تركيز الجميع منصب في الوقت الراهن على الملفات الخاصة بالتعاقدات. وأضافت المصدر أن اللجنة المكونة من هشام أبو شروان هلال الطير إلى فهمي قررت عدم الحديث على تسريح أي لاعب في الوقت الحالي، وغيتم الاستغناء على مجموعة من العناصر بعد نهاية ملف التعاقدات. الرجاء الرياضي يقرر التجديد للاعبين بارزين، وفي تفاصيل الخبر قرر فريق الرجاء الرياضي رسميا تجديد عقود لاعبين بارزين في ظل نهاية عقود مع الفريق بنهاية الموسم الرياضي المنقضي، وكيفوض الرجاء البقاء ضمن صفوفه كل من لاعب خط وسط ميدان محمد المكعزي وحارس المرمى مروان الفخر، وبصمت الثنائي المذكور على مستويات جيدة بالرغم من عدم الاعتماد عليهم كثيرا كأساسيين في فترة تولي المدربين مارك فيلموتس ورشيد طوسي العارضة التقنية للنصر الخضر. يشار أن عزيز بدراوي بدا كيحدث تغييرات كبيرة داخل الفريق، بحيث أقدم أولا على التعاقد رسميا مع التونسي فوزي البنزرتي لقيادة الفريق الموسم المقبل، وكذلك إقراره بعدم تجديد 13 لاعب. أنا زنيتي ما بغيتش السيناريو المغرب الفاسي وتيش الملكي يوقع ليا مع الرجاء، والبدراوي ما عمرني هضرت معاه في التليفون. وفي تفاصيل الخبر نفى أنا زنيتي الحارس السابق لفريق الرجاء الرياضي أنه يكون فرض رأيه أو ابتز المسؤولين بخصوص رسميته داخل الفريق الأخضر، وقال زنيتي في حواره مع أحد الإذاعات أن الأخبار المتداولة مجرد إشاعات، وشال أنه بالرغم من معاناته ماديا طيلة الموسم مع الفريق إلا أنه ضحى لأجل النادي. وأضاف الحارس السابق لفريق الرجاء أنه ما سبقش ليه وتحدث على الأمور المادية في الوقت اللي توصل فيه فقط بشطر واحد من منحة التوقيع ومازال كينتظر 3 أشهر. وأكد أنس أنه ما فاتح حتى مسؤول داخل الرجاء بخصوص تمديد عقده، وشال أنه خلال فترة المكتب السابق تلقى مرة واحدة فكرة تجديد عقده لكن كانت بطريقة غير احترافية بعد ما واجه بالصدفة الناطق الرسمي السابق عبد الإله الإبراهيمي واللي فتحه بموضوع جديد دون الحديث على التفاصيل. وأشار زنيتي لأنه كاين ويل الخروج من الباب الكبير مع فريق الرجاء ويتفادى تكرار سيناريو المغرب الفاسي والجيش الملكي، بحيث خرج من هذا الفرق والأنصار ما راضياش عليه. وختم زنيتي تصريحه وقال ملي جا الرئيس البدراوي ما عمرني هضرت معاه في التليفون، ولكن تلاقينا شحال من مره في لوطيل وفي تيران وكان معنا عند كلمتو، ولكن ما عمرني اتصلت بي او اتصل بيا. يشال ان انا زنيتي قريب من توقيع الفريق عباس السعودي، الخبر اللي انتشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي نقلا على منابر اعلاميه سعوديه. اتفاق رسمي لعودة زكريا حدراف للرجاء، وفي التفاصيل وافق زكريا حدراف عميد فريق الدفاع الحسني الجديدي على العودة لفريق الرجاء الرياضي بعد ما تلقى عرض رسمي من هذا الأخير للاستفادة من خدماته، وتوصل الرجاء اتفاق مع حدراف حول بنود العقد اللي غير بطوب بالفريق الأخضر في انتظار توصل اتفاق نهائي مع مسؤولي فريق الدفاع الحسني الجديدي. وكتجمع البدراوي علاقة جيدة بمسؤولي الدفاع إذ كان كيتعتبر أحد مستشاري الفريق الدكالي، ما غيسهل عملية انتقال زكريا حدراف للرجاء خاصة وأن عقده غينتهي نهاية الموسم الرياضي المقبل. وفضل فريق الرجاء الاستعانة بخدمات حدراف نظرا لخبرته وتجربته في البطولة الوطنية، خاصة في ظل غياب جناح هجومي للفريق الأخضر كيتوفر على مؤهلات تقنية جيدة، ولعب حدراف لسنوات مع الرجاء ونجح في التتويج معه بلقب كأس العرش، كأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي قبل ما يغادر الفريق لخوض تجربة احترافية بالدوري السعودي ما تكلتش بالنجاح، ورجع المغرب لتعزيز صفوف النهضة البركانية ومنه الفريق الأم الدفاع الحسني الجديدي. يشال أن اللجنة التقنية لفريق الرجاء اختارت الاستعانة بخدمات حدراف لتقوية خط هجوم الفريق الأخضر في ظل تواضع أجنحة الفريق في الموسم المنقضي.
الرجاء الرياضي يتعاقد رسميا مع لاعب سابق في حسنيش أكادير، وتعاقد فريق الرجاء الرياضي رسميا مع اللاعب سعيد أزروال بعقد كيمتد لثلاث مواسم رياضية قادما من جمعية سالة. وكان اللاعب وقع عقده مع الفريق الأخضر قبل أشهر خلال الفترة الرئاسية المكتب السابق بقيادة أنيس محفوظ بتوصية من اللجنة التقنية اللي كان كيشرف لها الطاقم التقني السابق. وكيشغل سعيد أزروال مركز وسط ميدان هجومي، وسبق وجاور فريق حسنيش أكادير، رجاء أكادير، ونجاح سوس وسوفيش برشيد. عزيز البدراوي يفاجئ أنصار الرجاء ويعلن عن الانتدابات في هذا الأسبوع. وكيستعد عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي لمفاجأة أنصار النادي الأخضر بقرار جديد في الأسبوع الحالي، بحيث صرح بأنه غيعمل على تقديم انتدابات جديدة للنصول الخضر رسميا بداية من الأسبوع الحالي. وضاف رئيس الرجاء أنه حسم بعض الصفقات وأخرى في مفاوضات متقدمة بحيث غيعلن عليها بداية من اليوم الاثنين أو الغد على أبعد تقدير. وكينتظر جمهور فريق الرجاء بفارغ الصبر الإعلان الرسمي على الصفقات الجديدة للفريق الأخضر، مع العلم أن البعض منا خرج الإعلان وهي اللي كتخص كون محمد بولكسوس اسماعيل مقدم بالإضافة لسعيد أزروال. الرجاء الرياضي يسهل معسكره في إسبانيا بمواجهة هذا الفريق. وفي تفاصيل الخبر غيسهل فريق الرجاء الرياضي معسكره الإعدادي المغلق المقرر بداية شهر غشت المقبل بإسبانيا تأهبا للموسم الرياضي القادم بمواجهة أحد فرق الليغا. ووضحت عدة منابر إعلامية أن فريق الرجاء استقر على مواجهة فريق سيلتا فيغو في أول مباراة ودية ليه تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وتابعت نفس المصادر أن الفريق الأخضر غيحاول إقناع فرق أخرى في الليغا من أجل مواجهته وديا بعد وقوف على جاهزية اللاعبين المتدابين خلال الميركاتو الجاري. يشار أن فوزي البنزرتي غيلتحق بفريق الرجاء بداية الشهر المقبل، وذلك بعد نهاية عقده مع فريق أهلي بنغازي الليبي نهاية الشهر الحالي. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh,